تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماعة التي ألقت بنفسها من سيارة تتبع أحد التطبيقات الذكية على طريق السويس شرق القاهرة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في هذه الواقعة لتسببه في الإصابات التي لحقت بها. وإليكم القصة الكاملة من البداية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لفتاة جاء فيه: أنا بكتب البوست ده هو عشان أحكي لكم اللي حصل لبنت عمي، عشان أولا عاوزاكم تدعوا ليها ربنا يشفيها ويرجعها لنا بالسلامة، حالتها لسه في خطر، حبيبة فقد الوعي وعندها نزيف في المخ مش بيقف. ثانيا، خدوا بالكم من نفسكم ومن بناتكم، الناس بقوا مؤذيين، ربنا يبعد عنا شرور الناس. وذكرت الفتاة حبيبة ركبت أوبر من مدينتي وكانت رايحة مصر الجديدة الساعة 7 ل 10. مامتها كلمتها في التليفون، ما كانتش سامعاها كويس عشان صوت الكاسيت كان عالي قوي والراجل كان بيتخانق في التليفون. حبيبة طلبت منه يوطي الكاسيت، قال لها لا، او كان بيبرطم بالكلام، مامتها ما كانتش سامعة هو بيقول ايه. قالت لها ماله ده؟ حبيبة قالت لها مش عارفة ماله وقفلت بعدها. اضافت: أصحاب حبيبة كلموها يشوفوها وصلت فين، رد عليهم واحد قال لهم صاحبة التليفون ده وقعت من العربية وقعدت تتشقلب لحد ما خبطت في الحاجز الأسمنتي اللي على طريق السويس، ولما راح يسألها إيه اللي حصل لك قالت سواق أوبر كان عاوز يخطفني وجالها تشنجات وفقدت الوعي. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أنها فحصت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة. وأوضح البيان أن قسم شرطة الشروق تبلغ من إحدى المستشفيات باستقبال سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة اللاوعي ولا يمكن استجوابها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق، وقيل أن له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء. وقال شاهد عيان أنه حال سيره بطريق السويس شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية التحرش بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك. وكشف التقرير الطبي للمجني عليها أنها أصيبت بنزيف داخل وجروح وكسور نتيجة سقوطها من السيارة، وأنها فاقدة للوعي منذ دخولها المستشفى الأربعاء الماضي. وقال محمد الشماع عم حبيبة أن الأطباء أبلغوا الأسرة بصعوبة الموقف وعدم تمكنهم من إجراء عملية في المخ بسبب النزيف الداخلي. وعن تفاصيل الواقعة قال أن ابنة شقيقه أخبرت الشاهد بأن السائق حب يخطفها وطلع إزازة برفان وبخ على البنت، فهي خافت وافتكرت إنه مديها مخدر فرمت نفسها من السيارة. وقالت دينا إسماعيل والدة حبيبة شماع أنها تحدثت مع ابنتها على الهاتف بمجرد ركوبها للسيارة، لكنها لم تتمكن من الاستماع إليها بشكل جيد بسبب رفع السائق
لصوت المذياع، وقالت أنها سمعت السائق يوجه لابنتها السباب، فطلبت منها النزول من السيارة بسبب عصبية السائق. وفي الثامنة مساء تلقت الأم اتصالا من صديقات ابنتها أخبرنها بأن حبيبة تعرضت لحادث، فاتجهت مباشرة لمستشفى الشروق. قالت: لقيت بنتي في منتصف الطوارئ على الأرض وغرقانة دم، هدومها متقطعة وبيخيطوا راسها، كانت فاقدة الوعي وقطع النفس. وكشفت والدة الضحية أنها قابلت الشاهد الذي أنقذ ابنتها، فأخبرها أن ابنتها أخبرته بثلاثة كلمات. إيه هما الثلاثة كلمات دول؟ هما أوبر كان هيخطف، ثم تعرضت لتشنجات وفقدت الوعي، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للضحية تمهيدا لسماع أقوالها، كما استدعت شاهد العيان لسماع أقواله. ومن ناحية أخرى قالت هبة هاشم شقيقة سائق الأوبر صاحب واقعة فتاة الشروق، قالت: أخويا عمره 34 سنة، ولديه 3 أولاد، ولديه زوجة متابعة، عندنا جامع في البيت، إحنا مش ناس وحشة. وأردفت هبة هاشم عبر مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، قالت: محدش بيخطف حد بعربية ملاكي بتاعته عليها أقساط وشغال على برنامج ده بقاله 7 سنوات، وأكملت: ما عندوش أي سوابق قبل كده، والبرنامج عمل له فيش وتشبيه، وبيشتغل مع دكتور ممتاز ومعروف، شهد معانا وقال بركب زوجتي وأولادي معاه. وواصلت: كل اللي حصل سوء تفاهم، وبتمنى لحبيبة الشفاء، والمحامي بتاعه متابع الإجراءات ومستنيينها تتكلم وتنطق. وأردفت: ليه ترمي نفسها الرمية دي من العربية؟ ضيعت نفسها وضيعت أخويا معاه. وأضافت: استقلت حبيبة مع شقيقي السيارة بالقرب من مدينتي، وبعد ما اتحركوا أخويا حس إن هدومه ريحتها سجاير، فطلع زجاجة معطر. فجأة البنت رمت نفسها من العربية دون سابق إنذار، مفيش أي كلام دار بينهم، وبمجرد ما حبيبة رمت نفسها من العربية توقف شقيقي لمحاولة إنقاذها، ولما شاف العربيات وقفت والطريق اتعطل تردد وخاف واتحرك بالعربية متابعة. شقيقي أبلغ شركة أوبر بالوقعة فور حدوثها، وأكملت: زجاجة العطر تم تحليلها وأثبت التحليل خلوها من أي مواد مخدرة، محدش بيخطف حد بعربيته الخاصة، إحنا منتظرين إفاقة الفتاة لتدلي بشهادتها، حبيبة ضيعت نفسها وأخويا معاها. وردا على ما تردد بوجود سجل جنائي لشقيقها، أوضحت هبة هاشم أن السابقة الجنائية المسجلة لشقيقها ملفقة حينما كان عمره 17 سنة، حيث حكم عليه غيابيا ب3 سنوات، وتم الاستئناف على الحكم وحصل على البراءة من أول جلسة، مشيرة إلى أن شقيقها متزوج ولديه 3 أطفال. من جانبه هاجم الإعلامي عمرو أديب شركة أوبر لتجاهلها لوقعة الفتاة حبيبة الشماع والتي ألقت بنفسها من السيارة، وقال في ثاني أيام متابعته للواقعة: هي ليه أوبر عاملة من بنها؟ إحنا بنأمنهم على أعز ما نملك، بناتنا وزوجاتنا. متابعا: دي شركة كبيرة، لازم يكون في مراجعة للخدمة مرة أخرى، خاصة وإن بدأ في شكاوى كتير الفترة اللي فاتت. ومن ناحية أخرى وجهت داليا الشماع ابنة عم فتاة الشروق حبيبة الشماع، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على الاتصال للاطمئنان على حالتها الصحية
وتقديم المساعدات اللازمة. أيضا أكدت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع أن الرئيس السيسي تواصل شخصيا مع الأسرة وعرض المساعدة وسفر بنتي للخارج لاستكمال علاجها. وأكملت الرئيس السيسي قال أي حاجة تحتاجها حبيبة حتى لو تسافر بره تتعالج كتر ألف خير، وإنه اتصل بنفسه واهتم بحالة حبيبة. أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المباركة، وأطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم.